معنا هاتفيا مشاهدينا الكرام من أوسلو الكاتب والباحث السياسي سيد داود البصري. مرحبا بك أستاذ داود. إذا ترامب ينتقد سياسة بلاده في العراق ويؤكد أنها تأخرت هذه السياسة في حسم المعركة ضد ما سماه الإرهاب. هل هذا التصريح يعني موجه للعراقيين أم موجه للداخل الأمريكي؟ أهلا وسهلا بكم. حياكم. طبعا هذا التصريح ضمن اطار الصراع الداخلي داخل الولايات المتحده، ضمن اطار التحديات اللي تواجهها ترامب واللي واجهها ترامب شخصيا واللي تواجهها اداره ترامب على شكل الفضائح السائده حاليا. الواقع يقول بان التخبط الامريكي في العراق هو من انتاج امريكا اصلا، يعني هي اصلا امريكا لم تاتي للعراق الا باجل احداث الفوضى ضمن برنامج الفوضى الخلاقه، وهذه الامور التي حدثت بتخطيط ومعرفه مسبقه من الولايات المتحده الامريكيه. لا يوجد ساذج من يعتقد ان امريكا لم تكن تعرف ما سيواجهها في العراق. امريكا كانت تعلم جيدا وتعلم ان العراق هو الحصن الاخير للمصالح العربيه في المنطقه، وان انهيار العراق كان يعني انسياح وتوسع ايراني. هذه الحقيقة كانت معروفة وكانت تراهن عليها حتى خلال مرحلة الحرب العراقية الإيرانية، لكن ما حصل بعد أحداث سبتمبر عام 2001 وما حصل من أجل تحطيم القوة العسكرية العراقية المتنامية أدى إلى هذا الوضع، أدى إلى أن تكون هناك فوضى في المنطقة من أجل مرار المصالح الأمريكية ومن أجل التغلغل الأمريكي ومن أجل ابتزاز المنطقة العربية والخليجية بالذات ومن أجل السيطرة على الثروات العربية ومن أجل تحطيم العراق حتى تكون هنالك قوة عسكرية عربية عراقية حضارية متقدمة. هذا هو الواقع. أما عن التخبط فهذا ضمن إطار الصراع الأمريكي، الصراع بين الجمهوريين والديمقراطيين، الكل يلقي الكرة في الملعب الآخر، لكن الولايات المتحدة هي المسؤولة الأولى والأخيرة عن التمدد والتوسع الإيراني، وهي المسؤولة عن وجود الإرهاب وتوسعه في العراق وفي الشرق الأوسط. هذه التصريحات تقابل بهجوم، يعني مثلا موقع فورين هيفرز وصف استراتيجية ترامب في العراق بأنها حمقاء وأن تصريحاته يعني متهورة. كيف تصف هذا الهجوم ضد ترامب في أمريكا؟ ما قالته فورن افيرز لا يعدو ان يكون سوى انه مثل ما قلت لك مناكفه بين اقطاب الاداره الامريكيه. هنالك خلاف كما تعلم، السياسه الامريكيه لا يحددها شخص ولا طرف، هنالك البيت الابيض وهنالك الخارجيه وهنالك المخابرات وهنالك البنتاغون. ما حصل فعلا هو انه الفوضى التي قائمه لا يتحملها ترامب شخصيا لكن يتحملها الحزب الجمهوري، يتحملها الرئيس بوش باعتباره هو الذي اسس لهذا الوضع، يتحملها الرئيس اوباما الذي اعطى لايران الضوء الاخضر من اجل وهو من الحزب الديمقراطي الذي ادى لايران ان تنتشر في منطقه الشرق الاوسط وان تستبيح اربع عواصم عربيه وحتى خمسه. ما يحصل الان هو انتاج السياسه الامريكيه عامه وليس انتاج ترامب. السياسه الامريكيه ادت الى هذا الوضع، ادت لان يكون الارهاب هو القاعده الاساسيه في المنطقه لكي يكون هنالك عدو ولكي يكون هنالك سبب واسباب معينه من اجل ابتزاز الولايات المتحده لانظمه المنطقه، وهذا هو ما يحصل. امريكا مستفيده من الارهاب الايراني ومستفيدة من كل ما يحصل. ولكن الآن هناك من يرى أن ترامب يحاول تصوير العراق أنه يعني بيدق في سياسة واشنطن ضد طهران. هل ستستجيب الحكومة في بغداد لهذا الحياز الأمريكي على حساب التبعية الإيرانية داخل العراق؟ الحكومة العراقية لا تملك من أمرها شيئا، هنالك توافق أمريكي إيراني في العراق، هنالك تحالف بين الجماعات والأحزاب الإيرانية وبين الخط المؤيد للولايات المتحدة، هنالك توافق وانسجام وتفاهم، لا يوجد أي خلاف. الحكومة العراقية والبرلمان العراقي الذي لا يمثل الذي ليس له أي شرعية حقيقية، هذا البرلمان لا يستطيع أن يقف في وجه الإرادة الأمريكية، هنالك عملاء لإيران يصرخون ويدعون بانه يجب ان اتفاقيه، ولولا الولايات المتحده ولولا الحمايه الامريكيه ولولا الوجود العسكري الامريكي ما تسنى لهؤلاء اصلا بقاء في السلطه. هنالك تبادل ادوار لا اكثر ولا اقل، لا البرلمان ولا الحكومه استطاعتهم ان يناكفوا على الدور الامريكي. الولايات المتحده موجوده لمصالح معينه وتمررها، الولايات المتحده موجوده بالتحالف والتعاون والاتفاق الجنتلمان مع الايرانيين، وهذه هي الحقيقة. وكل ما عدا هذا لا يدعو أن يكون مجرد مسرحيات لا قيمة لها على أرض الواقع. مسرحيات، يعني حتى المطالبة الآن 50 برلماني بتثبيت فقرة في الفصل التشريعي المقبل في البرلمان بمراجعة الاتفاقية الأمنية مع واشنطن ومطالبة خروج قواتها. هذه زبعة في فنجان وجعجعة بدون طحين لا تعني أي شيء. هؤلاء 50 لا يمثلون لأنفسهم، هؤلاء هم اساسا من الجماعات الاحزاب الايرانيه، وهؤلاء يتكلمون بمنطق الولاء الطائفي لا اكثر ولا اقل، اما في الواقع هم مستريحين جدا للوجود الامريكي، لان امريكا هي من تحمي النظام القائم حاليا في العراق، هذه الحقيقه. شكرا جزيلا لك من اوسلو الكاتب والباحث السياسي داود البصري.